سبيسيال ويكند. نحن معكم اليوم بنقول اهلا وسهلا باصحابنا الموجودين معنا وبتبلش اكيد حلقتنا. اول شيء راح نقول فصح مبارك لكل اصحابنا يلي عم يحتفلوا بهالويكند بعيد الفصح وهن الطائفه الارثوذكسيه. بنبعث لهم بوس كبير وبنقول لهم ان شاء الله يتسلوا ويفقسوا منيح بالبيض، وكل اصحابنا رح يعيدوا معهم اكيد رح يكون ويكند حلو كثير. وهلا رح تبلش حلقتنا وفي عنا صديق صغير اسمه شربل، شربل صافي بيعزف على الفيولون، لانه كلكم مدعوين مثل شربل تجوا لعنا بميني ستوديو وتفرجونا كل مواهبكم. رح نستقبل شربل ونخبره كمان انه مثل موزار وفيفالدي وباخ كلهم عزفوا على هالآله الموسيقيه. تعالوا نسمع شربل ونقول له برافو ونقول له اهلا وسهلا في بميني ستوديو. Comme j'étais partie, le petit prince a dit, puisque
puisque c'est ainsi nous reviendrons. Je dis, comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi nous reviendrons. Je dis, jeudi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons vendredi. Comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons vendredi. Vendredi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons samedi. Comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons samedi. Samedi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons dimanche. Comme j'étais parti, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous ne reviendrons jamais. أساس فانيسا يلي غنت كتير منيح وكانت معنا قبل شوي. وهلا شو رايكم ننتقل على اودي ترادون وشوفونا شيري شو اخبارهم اليوم؟ اليوم عم بجربوا يمثلوا، عم بيتمرنوا قدام المرايه، ومثل بلانش ناس عم بيسالوا المرايه، يا مرايه مين احلى؟ انتو شو رايكم؟ مين احلى، رادون او شوفونا شيري؟ تعالوا نحضرهم سوا. مرايتي يا مرايتي، قولي لي مين الاحلى؟ أنا أو الأميرة النايمة؟ أكيد مش أنت. مرة تانية، مرايتي يا مرايتي، قوليلي مين الأحلى؟ أنا أو الأميرة النايمة؟ أكيد الأميرة النايمة. أوكي مرايتي يا مرايتي، قوليلي مين الأحلى؟ أنا أو الأميرة النايمة؟ خلاص كات كات يا شوفوني، شو بكي يا حبيبتي؟ عم تشفقين عليكي يعني عم تبكي قدامهم؟ خلاص. طيب يعني إنه كيف بدي أعمل هالكاستينج؟ خلاص يا حبيبتي، أنت الأحلى، خلاص قومي نامي. لي؟ إيه أنت الأحلى. أنت عم بتقلي أنا الأحلى؟ إيه بس يلا فوتي نامي. أكيد أنت مزبوط يعني عم بتقلي هالشي؟ مزبوط؟ ربع مزبوط. خلص يا شوفوني فوتي ارتاحي. خلص خلص بلا ما تمزح معي. خلص ما رح امزح، روح برتاح. ايه معك حق، وحطي كريماتك لبكره لما نشوف. معك حق، اول شيء لازم يرتاح وجهي. يمكن تتحلي من هلا لبكره يا شوفوني، ما بتعرفي. اقولك مع كم كريم هو بيعملوا لهم دعايات. ايه 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 يلا يلا قومي قومي نامي شوفوني شلي. يلا رح فوت ارتاح. يلا اتفقنا، بس انتبه منيح اوكي؟ ايه؟ وظبط كل شيء بالاتيليه رتبه. برافو برافو عليكي. حرام يا حرام، صدقه حالها شوفوني شلي، بدها بيسين من الكريمات، ما بردها صبيه. يلا حرام، بس حرام عن جد عن جد، انا بحبها لها شوفوني، بس تنزل بلانش نعيش يعني، شو هالخبريه هيدي؟ إذا شوفوني مقدمة على البرنس، على البلانشنيج. لا أنا ما بقدم على البرنس. إيه لا اللي بقدم أحلى مني يعني؟ لا لا، نحكي مع المراية شوي. يلا بين الكرافات. مرايتي يا مرايتي، بكل جدية، في حدا أحلى مني؟ شو هذا رعد؟ شو هذا؟ أوه شو هذا الصوت هذا؟ لحظة لحظة، ما 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 سمعت شي أنا، رح نرجع نعيد. مريتي يا مريتي، في حدا أحلى من رضون؟ طيب رح نجرب نغير السؤال. مريتي يا مريتي، في حدا ابشع من رضوه؟
أكيد أكيد. لا رجعنا لذات النتيجة. ما رح يزبط معنا. قوم مسح يا رادو، هذا أحسن شي بتعمله. يلا. وجدو عنده مزرعة، ويا إيا أو، مزرعته فيها دجاج كتير، إيا إيا أو. يسمع بك بك هون بك بك هونيك، تشيك هون تشيك هونيك، وما كان تشيك تشيك. جدو عنده مزرعة، إيا إيا أو. اليوم ومثل كل يوم صار وقت المباراة بميني ستوديو مع بي ال اف. مين رح يربح هالبطاقة يلي بتسمح لكم تفتحوا حساب ببنك بي ال اف، بنك ليبانو فرانسيز، إذا ربحتوا معنا اليوم؟ فإذا عنا متبارين اثنين رح نتعرف عليهم واحد ورا الثاني. اسمي ريكاردو زوين، أنا عمري 9، بدي أكون انجينير روبوتيك بس رح أكون كبير. أنا اسمي ميليسا أبي عبد الله، عمري 8 سنين بس بعد ما فكرت رح أكبر شي حأعمل. أهلا وسهلا بريكاردو وبميليسا. اليوم اللعبة مثل دايما أسئلة رح نسألهم، ويلي بيعرف يجاوب بده يكبس على الزر قبل ما يحكي ويقول الجواب. متفقين؟ يلا لنبلش. أول سؤال وأنتم بالبيت جربوا كمان لعبوا معنا. اشترت ندى ب 93,000 ليرة وغادي اشترى ب 77,000 ليرة، مين منهم صرف أكثر مصاري؟ ندى ب 93,000 ليرة وغادي ب 77,000 ليرة، مين صرف أكثر؟ ندى. برافو لإلك، هيدي أول علامة لميليسا. تاني سؤال، شو اسم الأداة يلي منشيل فيها المسمار؟ يعني إذا عندنا مسمار وبدنا نشيله من الحيط، شو منستعمل؟ بنسة. اوكي، اسمك ماشي بس رح نمرق لك اياها لانه بالدارج بنقول بنسة. اوكي، هيدي علامتين لك. يلا ريكاردو، ثالث سؤال، انتم بالبيت كمان عم تعرفوا تجاوبوا. شو اسم السائل الاحمر يلي بيدور بجسمنا؟ فيك تقول بالفرنسي؟ دم. الدم. برافو عليك. مين بدي اقول؟ ميليسا كثير سريعه. وبعد عنا سؤال واحد واخر سؤال، من شو معمول التشيبس؟ بطاطا. من البطاطا. برافو لك. فاذا ميليسا هي اللي ربحت اليوم، بس ريكاردو رعب منيح وجرب يجاوب كمان. ميليسا رح تربحي معنا $100 وبطاقه بتسمح لك تفتحي حساب اكيد من مساعده اهلك ببنك ليبانو فرانسيز. مبروك لك. هلا رح نشوف هديتك، بس قبل بدنا نقول لكل اصحابنا اللي عم بيحضرونا وحابين يشتركوا معنا باللعبه، كيف فيهم يشتركوا؟ بدهم يفوتوا على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو، رح يشوفوا صوره ميني ستوديو، تحتها في لينك، هاللينك بيسمح لهم يروحوا على بي ال اف بيج تيقدروا يعطونا المعلومات اللازمه، اسمهم، رقم تليفونهم، وعمرهم، تيشتركوا باللعبه ونحن بنتصل فيهم وهيك بيجوا لعنا مثل ما عملوا اصحابنا. مبروك لك ميليسا، ميرسي ريكاردو لانه اشتركت معنا، وثانك يو لبي ال اف. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوس تتفتحوا حساب باسمكم وكمان $100. مبروك. لأنه نحن بويكند عيد الفصح رح نقدمكم هالغنية بكا غا او كي. A smile, a hug, a magic lace. When the music starts to break, let the rhythm into your heart. Hey, hey, let's party. Hey, hey, let's party. Hey, hey, let's party tonight. Hey, hey, c'est la fête. Hey, hey, c'est la fête. Hey, hey, c'est la fête ce soir. On va quitter nos maisons pour chanter. Le soleil en toute saison.
وان شاء الله انتم بالبيت كمان تكونوا حبيتوا حلقه ميني ستوديو بسبيسيال ويكند. بدي اشكر الارصوديه اللي كانوا معنا وكانوا عم بيعزفوا اليوم كل نهار معنا بميني ستوديو، وراح اهديهم ليتس ايستر، هو سي دي جديد لميني ستوديو مع صوره البرنسس كلهم موجودين. انتم كمان فيكم تحصلوا عليه، اتصلوا فينا على رقم 03-85-86-87 تنفسر لكم اكثر. واذا بتحبوا تجوا تشتركوا بميني ستوديو اهلا وسهلا فيكم. اكيد بتفوتوا على فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو بتحطوا لايك وهيك بتشوفوا نحن وين موجودين وكيف فيكم تلتقوا فينا وكيف فيكم كمان تجوا لعنا على الاستوديو، لانه رح تكتبوا لنا اسمكم رقم تليفونكم تندعيكم لعنا. وهلا خلصت حلقتنا ورح نقول لكم غوفوا، غنوا معنا. Mini Studio.